السلام عليكم أصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد. جينا باش نصور لكم أخطر واد خاص أورير. اليوم الحد 31 مارس 2024، بعد عاصفة رعدية خاص في أكادير والنوح ديال أكادير. هانتوما كتشوفوا، اللهم بارك، هذا الخير تبارك الله. هذا واد أورير كما كتشوفوا معنا، أجواء خيالية، أجواء ممتعة خاص في هذا الواد الرائع جدا، واد أورير. وهذا الفيضان كيجي من الجبل، وهنا أورير اللي فيه. وكان اعتذر لكم على حسب الابداع ديالي، حيت رمضان هذا وعطشت وفي الجوع. ايوا هانتوما على حسب صورنا لكم هذا الفيديو. المهم عادي جدا، كنعتذر لكم صراحه، الله شاهد عليا الا عطشت بزاف ما قادرش نتكلم، ولكن غادي نحاولوا نشاركوا معكم هذا الواد الرائع جدا. بغينا نصوروه كما حبيتوا نتوما، واد أورير تبارك الله. اذا هذا الواد جاب الفيضان بزاف، اذا ديجاش صورناه كان عادي جدا، هذه المره جاب السيول بزاف، اللهم بارك. اذا هنا الواد السكوتي، وهنا فيه الجره، وهذا الواد كيدي الفيضان الى أورير، اللهم بارك. نتمنى الاعجاب ديالكم، نتمنى الاشتراك في القناه، وساعدونا باش نوصلوا القناه 100,000 مشترك. واد أورير صراحة عجبني هذا الواد، مفضل عندي. إذا كاين جوج أودية كما كتشوفوا، اللهم بارك. واد خيالي، واد ممتع، واد ممكن تستمتع فيه كما حبيتي. شوفوا تبارك الله الجرة، الله يلا الجرة الإخوة، كاين القنطرة شتي. إذا كما قلنا، هذا الواد ربما يقدر يستمر بعد يومين، ثلاث أيام، أربع أيام غادي يدوز. إذا صعب جدا يدوز في 24 ساعة، إذا يقدر غادي يتزاد على حسب. إلا كان ربما تزادت عاصفة رعدية، غادي يتزاد هذا الواد ويقدر يستمر أسبوع. شوفوا شي حاجة، شوف شوف، ترى الحنج ما يمكنش، واقيلا الحنج داه الماء، والله الا الحين شوف. واو يا ربي السلامه، بان لكم حيت تكون درنا الكاميرا غادي نزومو عليه. اذا اجواء خياليه، اجواء ممتعه، اجواء اش غادي نقول لكم، عجبني هاد الامطار غزيره، وعجبني هاد السيول، وديجا جينا نصور هاد الواد. ولكن المشكله اللي لقيت هو انا صايم، يكون صعب جدا تبدع. دابا ملي ما كتكون صايم كتبدع، حتى نسبه التركيز وكل شيء كيعاونك. اما الا كنتي صايم كتكون ما كتقدرش تتكلم، ما كتقدرش تركز، كيكون عندك المشكل في النطق، كيكون من بعد المشاكل. ولكن عادي جدا، حنا غادي نصوروا باللي كان. سمعتوا سمعتوا الواد الاخوان، هذا هو الواقع. انتو برك قربوا لكم، سمعوا سمعوا، اسمعوا الواد أورير. اللهم بارك، واد خيال تبارك الله، بهاد النعمة يا سيدي ربي. فين هو غادي؟ شوفوا تبارك الله. اذا هاد السيول كيمشي للبحر، باش نكونوا واضحين، كيمشي للبحر. هذا واد كيدي السيول خاص لإيموران، حيت الشاطئ ديال إيموران قريب في هاد الاتجاه. ونتمنى ان شاء الله يكون خير، هادشي كنتمنوا. اذا هذه فرصتنا باش نصور لكم هاد الاوديه. اذا المده هذه كننتظروا،
اذا مشينا لطنجة باش نصور لكم الاودية، وكانت الشتاء ضعيفة جدا ورجعنا لاكادير وجات الشتاء، وهذه فرصتنا باش نصورها. وفي نفس الوقت ديجا صورناها، صورنا هذا الواد، ومرة الثانية صورنا هذا الواد، ونتمنى تكون المرة الثالثة الرابعة الخامسة، على علاش لا 10 المرات 20. دائما الطموح ديالنا كاين، ودائما نتمنى نصوروا الأودية، وكاينين بعد الأودية ما عرفتهمش غادي نصورهم حتى هما إن شاء الله. كيتزاد الواد الإخوان، كيتزاد والله إلا كيتزاد بالله. تبارك الله تبارك الله بهاد النعمة ديال سيدي ربي. الناس كتجي كتصور هنا، وكاين بعض الناس كيجيو يصوروا في هذا الواد. اذا لا المساحه ديالو كبيره، شوفوا شوفوا تبارك الله، شوف واو 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 واو, واو. اللهم بارك. اذا عاصفه رعديه دازت في اكادير، عاصفه مجهده اليوم، يوم الاحد كانت الشتاء مجهده، 6 السوايع 6 السوايع يا اخوان ديال الشتاء، دازت واحد العاصفة مجهدة اليوم. حيت البارح حتى هو كانت الشتاء، ولكن البارح كانت الشتاء قليلة، اليوم شفنا عاصفة رعدية وشفنا أمطار غزيرة مجهدة كما كتشوفوا الواد. اللهم يبارك، شوف تبارك الله تبارك الله بهذه النعمة ديال سيدي ربي، مجهدة الإخوان. باش نكون واضح، دابا أي واحد طاح في هذه البلاصة مشى، أي واحد جا لهاد البلاصة يقطع هاد الواد يقدر يدي هاد الواد، حيت هاد الواد خطير، واجب الحذر. ردوا بالكم الإخوان من هاد الواد، حيت دابا يقدر شي كلب يبغي يقطع هنا يديه، شي كلب ربما هو ما عرف والو، وقال لك اسيدي نقطع الواد باش نمشي هاديك الاتجاه، يقدر يديه الواد. وكاينين بعض الناس كيبغوا يغامروا يقطعوا، كيقول لك اسيدي انا نمشي انا ندور الليل، وعلاش ما نقطع الواد هنا نغامر نشوف واش غندوز ولا ما ندوز. واش الواد هو مع اللعب؟ الواد راه ماشي مع اللعب، واجب الحذر. العقل السليم في الجسم السليم، ردوا بالكم الاخوان، راه واخا تشوفوا هكا راه الجره ديالو مجهده. دائما كنقول بزاف، نحيد بزاف، دابا كيشوف الواد كيمشي يفرح به، يمشي بزاف حتى لحدا. كنقول ليه راه غادي تزلق، حيت الطراب ديال الواد كتزلق، يقدر تزلق وتطيح هنا، الا طحت هنا راه صافي، القضية صعبة عندك. إذا نتمنى الإعجاب ديالكم والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وساعدونا باش نوصلوا القناة 100,000 مشترك. تحياتي، أكادير المغرب.